فتح معرض الأسبوع المغربي البحريني للصناعات التقليدية أبوابه للزوار، مستقبلاً محبين التسوق والمتعطشين للتعرف على ثقافة المملكة المغربية. المعرض يشارك فيه 50 مشاركاً من الجانب المغربي يمثلون 20 حرفة تقليدية من جميع التخصصات. تجربة مميزة بهدف التعرف وتبادل الخبرات الصناعية التقليدية في معرض الأسبوع المغربي البحريني للصناعات التقليدية، والذي يهدف إلى التقاء الثقافتين بطريقة حضارية. المعرض المشترك بين المملكتين يعد الأول للمغرب في معرض الصناعات التقليدية على مستوى الوطن العربي، والذي استقطب عددا كبيرا من الزوار لكونه معرضا تضمن الملامح التراثية والثقافية والاجتماعية للبلدين، بالإضافة إلى التعرف على الناتج وثقافة الشعوب العربية والمهارات الحرفية في الوطن العربي. وتحول هذا المعرض إلى نقطة انطلاق للصناعات التقليدية المغربية في مملكة البحرين، حيث يشارك في المعرض من الجانب المغربي أكثر من 50 مشاركا يمثلون 20 حرفة تقليدية من جميع التخصصات، تضمنت الفخار والمصنوعات الجلدية والنحاسيات والحلي وفن الطبخ المغربي والزي التقليدي. هذا وعرض عدد من الحرفيين البحرينيين أيضا الحرف البحرينية التقليدية، ويستمر المعرض في استقبال زواره حتى اليوم الأول من أكتوبر القادم.